السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا. بداية أدعوكم للاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. شهادة البكالوريا منعرج مهم ومهم جدا في حياة الطالب، كيف لا، وهي التي تحدد بشكل أو بآخر توجهه المهني، تحدد مستقبله المهني، تحدد المهنة التي سيزاولها طول حياته بعد تخرجه من الجامعة. الأمر إذن بغاية الأهمية، إذا ارتأيت أن يكون موضوع اليوم ونحن في انتظار نتائج البكالوريا التي ينتظر أن يعلن عنها رسميا يوم 22 من الشهر الجاري. بالمناسبة كل التوفيق للجميع. ارتأيت بهذه المناسبة أن يكون موضوع هذا الفيديو كيف تحسن اختيار تخصصك الجامعي للدرس موجه لطلاب بكالوريا أو حاصلين على بكالوريا 2018 وطلاب الذين سيحصلون على البكالوريات المقبلة. إذن كيف تحسن اختيار تخصصك الجامعي؟ لماذا؟ لأن سوء اختيار تخصص الجامعي له عواقب وخيمة وانعكاس نفسي كبير على الطالب. هذا الطالب بعد نجاحه في شهادة البكالوريا يجد نفسه تائها، أقول تائه وأنا أعي ما أقول، تائه أمام كم هائل من التخصصات الجامعية. في هذه المرحلة بالذات يكون بحاجة كبيرة إلى من يقف إلى جانبه، يكون بحاجة إلى من يأخذ بيده، يكون بحاجة إلى من يساعده على اتخاذ القرار الصائب. ولكي نحسن الاختيار علينا مراعاة مجموعة من الأمور، لخصتها أنا في ثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى في رأيي، أقول في رأيي ورأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. النقطة الأولى التي يجب مراعاتها لحسن اختيار التخصص الجامعي أو لاختيار التخصص الجامعي المناسب هي الرغبة والميول الشخصي. على الطالب الحائز على شهادة البكالوريا أن يختار التخصص الذي يتناسب مع رغبته وميوله الشخصي. هناك من يرغب في اللغات، هناك من يرغب في الأدب العربي، هناك من يرغب في الطب، هناك من يرغب في الرياضيات، وهكذا. كل له حلم شخصي ورغبة جامحة للدخول في مجال معين في الجامعة. إذا اختار الطالب هذا المجال الذي يهواه فسينجح بإذن الله تعالى. كيف ذلك؟ إذا اختار الطالب المجال أو التخصص الذي لديه فيه رغبة كبيرة فتأكد بأنه سوف يكرس له كل وقته، سوف يبذل فيه كل مجهوده، وبالتالي سيحقق فيه نجاح باهر. أنا متأكد أنه لن يتوقف عند شهادة الليسانس، لن يتوقف عند شهادة الماستر، بل سيتعداهما إلى شهادة الدكتوراه، وسيكون في أول المراتب بإذن الله تعالى. مهما كان هذا التخصص منبوذا لدى عامة الطلبة، ومهما كان هذا التخصص يقال بأن معدله أو معدل قبوله في الجامعة ضعيف، سيحقق فيه نجاح كبير بإذن الله. على عكس الطالب الذي يختار تخصص لا يرغب فيه ولا يتناسب مع رغبته وميوله، بل يتناسب مع رغبة مجتمعه، يتناسب مع رغبة أقاربه، يتناسب مع رغبة زميله. فمن اختار هذا التخصص الذي لا يرغب فيه هو، بل يرغب فيه غيره أو زميله أو أقاربه إلى غير ذلك، فلن ينجح فيه. لماذا؟ لأنه بطبيعة الحال لن يعطيه حقه من الاهتمام، ولن يحقق فيه نجاح، لن ينجح في مساره الجامعي. وإذا نجح في مساره الجامعي فلن ينجح في مجاله، في مساره المهني، ولن يذهب بعيد. إذا توافق الرغبة الشخصية مع التخصص الجامعي سبب مهم من أسباب تحقيق النجاح في الجامعة والنجاح في الحياة المهنية بعد التخرج والوصول إلى أعلى المراتب بإذن الله تعالى. كانت هذه النقطة الأولى التي يجب مراعاتها عند اختيار التخصص الجامعي. نمر الآن إلى النقطة الثانية.
النقطة الثانية التي يجب مراعاتها عند اختيار التخصص الجامعي هي الإمكانيات والقدرات الشخصية. لا يكفي أن أختار التخصص الذي لدي فيه رغبة كبيرة فقط، بل يجب أن يتوافق هذا التخصص مع إمكانياتي وقدراتي الشخصية المكتسبة. يجب أن تكون لدي قاعدة متينة تمكنني من الخوض ومواجهة عوائق هذا التخصص. إذا كنت مثلا أرغب في التسجيل في تخصص لغة إسبانية ولدي رغبة كبيرة في اللغة الإسبانية، يجب أن يكون لدي على الأقل قاعدة لغوية أعتمد عليها ولو بسيطة، والشيء نفسه بالنسبة للتخصصات الأخرى، تخصص الرياضيات وغيرها. إذن يجب أن تكون لدي رغبة كبيرة وإمكانيات وقدرات شخصية مكتسبة تمكنني من دراسة هذا المجال. إذن نقطة الإمكانيات والقدرات أو أمر الإمكانيات والقدرات الشخصية مهم ومهم جداً للنجاح في هذا التخصص، أو في مهم جدا في اختيار التخصص الجامعي الأنسب. إذا من خلال النقطة الأولى والثانية يمكن أن نستنتج أنه لا يوجد تخصص ناجح وتخصص فاشل. التخصص الناجح بالنسبة لي هو التخصص الذي يتوافق مع رغبتي وقدراتي، مهما كان هذا التخصص مكروها من طرف الغير، مهما كان هذا التخصص غير مطلوب من طرف الغير، هو التخصص الناجح بالنسبة لي شئت أم أبيت. والتخصص الفاشل بالنسبة لي هو التخصص الذي لا يتوافق لا مع رغبتي ولا مع قدراتي، مهما كان هذا التخصص مطلوب ومرغوب فيه فهو تخصص فاشل بالنسبة لي، وهذا أمر مهم ومهم جدا على الحائزين على شهادة البكالوريا الانتباه له. انتهينا من النقطة الأولى والنقطة الثانية، نمر الآن إلى النقطة الثالثة والأخيرة. النقطة الثالثة والأخيرة هي نقطة لا تقل أهمية عن النقطتين الأولى والثانية، بل هي أهم منهما معا. النقطة الثالثة والأخيرة هي نقطة ذات طابع إيديولوجي عقائدي. بما أننا مسلمين ومقبلين على اختيار حاسم ومهم، يجب علينا بكل بساطة ألا نغفل عن القيام بصلاة الاستخارة. بعد ما آخذ بالأسباب، بعد ما أراعي الرغبة والقدرات، أفوض أمري إلى الله تعالى وتأكد إن فوضت أمرك لله وصليت صلاة الاستخارة بكل خشوع فإن الله لن يخيبك، كيف لا، وهو الذي يقول ادعوني أستجب لكم. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. أتمنى لكم كل التوفيق في شهادة البكالوريا، أتمنى لكم كل التوفيق في اختيار التخصص الجامعي الناجح. لا تنسوا الاشتراك في القناة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.